10 علامات تؤكد أنه معجب بك. هناك جمال لطيف في الفترة التي يقع فيها شخصان في الحب، يخجلان جدا عندما يكونان معا ويخافان من أخذ الخطوة الأولى، ولكن هناك بعض الإشارات التي يرسلها الرجل لا شعوريا ويمكن أن تكشف أنه معجب بك، أليس ذلك صحيحا؟ ولكن ما هي؟ لنتعرف عليها معا. ولكن قبل أن نبدأ لا تنسي الاشتراك في قناتنا وتشغيل الإشعارات حتى لا يفوتك أي فيديو جديد. رقم 10، يتوتر حولك. عندما نتحدث مع الشخص الذي يعجبنا فإننا نتلعثم ونقول ونفعل أشياء محرجة ونتصرف بغرابة أطوار. تنطبق هذه القاعدة على الرجل المعجب بك. راقبي بدقة، هل هو متوتر معك؟ الضحكات القلقة والأيدي المتعرقة هي علامات واضحة على توتره من ناحيتك، أو ربما يحاول النظر بعيداً بسرعة إذا انتبهت أنه ينظر إليك، هذا تلميح جيد آخر. وبالطبع قد يكون من الصعب عليك مراقبة جميع هذه الأشياء لأنك تشعرين بالتوتر مثله، ولكن يمكنك دائماً أن تطلبي من صديقتك أن تراقبه لتخبرك بعد ذلك عما لاحظت. قد يسهل ذلك التفكير ببعض الخطوات الجدية، بالإضافة إلى منحك القوة لمصارحته بمشاعرك تجاهه. رقم 9، لغة جسده تقول ذلك. لغة الجسد أداة قوية جدا، وهي طريقة لا وعي لدينا لقول الحقيقة حتى لو قررنا الكذب. كشفت ليزا هيلمانس في كتابها الإبداع في المواعدة عن حقيقة مشوقة للغاية، في حين أن النساء يمتلكن حوالي 52 طريقة جسدية لإظهار اهتمامهن فإن للرجال 10 فقط. يبدو أنه يتوجب عليك التنقيب عن هذه الطرق. إليك ما ينبغي عليك البحث عنه في حال أردت معرفة إذا كان معجبا بك أم لا. سينظر إليك الرجل الذي يحبك كثيرا وسيراقب كل حركة تقومين بها، سيميل ناحيتك ويحاول أن يتواصل معك بالعين قدر الإمكان. مؤشر جيد آخر هو اتجاه قدميه، إذا كانت موجهة نحوك فهذه علامة لا شعورية على أنه معجب بك من الناحية البيولوجية. وفقاً لخبيرة الجسد باتي وود، يمكن لتوسع بؤبؤ العين أن يحكي الكثير عن انجذابه إليك أيضاً، لأن التوسع هو استجابة دماغية تحدث عندما تحب وتنجذب إلى شخص ما. إذا لاحظت اثنتين من هذه العلامات على الأقل فهناك احتمال كبير بأنه معجب بك أيضاً، ولكنه يخشى أن ترفضيه. رقم 8، يلمسك كثيراً. يلعب التفاعل الجسدي دوراً مهماً للغاية في تحديد ما إذا كان أحدهم مهتماً بك أم لا. إذا كنت تحبين أحدهم فإنك سترغبين في قضاء المزيد من الوقت معه وبالإمساك بيده، أليس كذلك؟ حسناً، يشعر الرجال بالحاجة نفسها كذلك، لذلك يحاولون الاقتراب منك. وفي المرة التالية التي تقابليه فيها انتبهي إلى طريقة لمسه لك وردة فعله عندما تلمسيه، قد يعانقك بشدة عندما يراك أو يلمس يدك. كل هذا يلمح إلى احتمالية إعجابه بك. إذا صاحب ذلك ردة فعل جيدة من لمسك له، مثل عدم تحريك يده أو إبعادها أو عدم الشعور بالانزعاج وعدم الراحة، فهذه إشارة أكبر. ولكن ضعي في اعتبارك أي نوع من الرجال هو. عادة لا يلتفت الشباب اللعوبون إلى هذه الأمور، ولكن الشباب الخجولين لا يمكنهم إخفاء مشاعرهم الحقيقية. رقم 7، يعاملك بطريقة مختلفة. إذا كان الشاب معجبا بك سيبدأ بالتصرف بحذر معك وبالقيام بحركات نبيلة تظهر اهتمامه بك. انتبهي لهذه الإشارات إذا كنت تريدين معرفة مشاعره تجاهك. هل يهتم بمشاكلك؟ هل يعطيك سترته عندما تشعرين بالبرد؟ هل يسحب كرسيك قليلا لتصبحي أقرب له؟ إذا كانت أغلب إجاباتك هي نعم فمن المؤكد أن هناك شيء ما هنا. إذا كان لديكما نفس المجموعة من الأصدقاء حاولي ملاحظة بعض التفاصيل الصغيرة الأخرى، مثل ما إذا كان يتحدث معك أكثر من الآخرين أو يستمع بإنصات إلى جميع قصصك أو يحاول أن يقضي أكبر وقت ممكن معك. هذه الأشياء البسيطة للغاية يمكن أن تكون طريقته في قول أنا معجب بك، لذلك انتبهي. رقم 6، طوال فترة معرفتك به لم يكن مهتما بالرسم، ثم يسألك فجأة عن شغفك به ويرغب في رؤية عملك. لا يحب موسيقى الروك،
ولكن بعد أن ذكرت له أنها النوع المفضل لديك، طلب منك بعض التوصيات، ثم ذكر لك في وقت لاحق أنه سمعها جميعاً. لا يحب الدراما أبداً، ولكنك رأيته يوماً في نادي الدراما يبتسم لك ابتسامة عريضة ويخبرك أنه اشترك في النادي. كل هذا الاهتمام المفاجئ بما تقومين به علامة على أنه معجب بك بالفعل. فعندما نقع في الحب، نبدأ بممارسة هوايات من نحب، لأننا نريد أن نعرف المزيد عنهم وعالمهم، وربما هذا هو بالضبط ما يحاول القيام به. بالإضافة إلى ذلك، سيصبح لديه موضوع آخر للتحدث معك عنه، لذلك ألا يوجد احتمال بوجود إعجاب هنا؟ رقم 5، يظهر في الأماكن التي لا تتوقعين وجوده فيها. إذا كنتما تتقابلان بالصدفة كثيراً خارج المدرسة أو العمل أو أي مكان آخر، فقد يعني ذلك أنه يتعمد البحث عن فرص لرؤيتك مصادفة وقضاء الوقت معك. فكري في الموضوع وحاولي أن تتذكري عدد مرات حدوثه، وما إذا كان قد علم أنك ستكونين هناك أم لا. تكرر الحدوث في فترة قصيرة لا يمكن أن يكون مجرد مصادفة، بل علامة على أنه يجد الوقت للذهاب إلى أماكنك المفضلة آملاً أن تكوني هناك. ليست علامة سيئة، أليس كذلك؟ رقم 4، يطرح عليك الأسئلة باستمرار. هل يعجبك هذا؟ ما رأيك في ذلك؟ هل يمكنك أن تخبريني المزيد عن تجربتك مع ذلك؟ إذا ظل الرجل يطرح عليك الأسئلة ويحاول معرفة المزيد والمزيد من التفاصيل عنك، ليس لغزاً أنه معجب بك. طرحه هذه الأسئلة يوضح اهتمامه بك، ويشير إلى أنه يريد مواصلة الحديث ومعرفة كل شيء عنك، وكلا الأمرين مبهج، أليس كذلك؟ لذلك لاحظي عن كثب. إذا كان يهتم بك بشكل خاص وكله آذان صاغية عندما تحكين قصصك أو تشاركين آرائك، فإن هذا مجرد إشارة رابحة أخرى. رقم 3، يتذكر كل ما قلت له. لا يهتم الرجال في العادة بالكثير من الأشياء التي نعتبرها نحن معشر النساء مهمة، وفي معظم الأوقات لا يسمعون سوى أجزاء مما نقوله. الاستثناء هو الرجل العاشق الذي يحاول جذب انتباهك. في حال لاحظت أنه يتذكر ما قلت له قبل أسبوع أو يومين، اسم فرقتك الموسيقية المفضلة أو حقيقة أنك تكرهين الزيتون، فإن هذا يدل على شيء مهم، وهو أنه مهتم بك ويثمن جميع المعلومات التي يمتلكها حول تفضيلاتك وآرائك. وإن أشار إلى شيء ذكرتيه مسبقاً في موقف مشابه، إليك بعض الأخبار السارة، هذا الشخص معجب بك بكل تأكيد. يتصرف أصدقاؤه ببعض الغرابة حولك. قد يعلم أصدقاؤه المقربون أنه معجب بك، وهذا هو السبب في تصرفهم ببعض الغرابة معك أو بمعاملة خاصة. انتبهي لهم ولتصرفاتهم عندما تتحدثين مع ذلك الشخص. هل ينظرون إليكما أو يضايقونه بسببك؟ أو ربما يبتسمون أو يتصنعون الابتسامة عندما يرونك، تماماً مثل نكات صديقاتك حول الشخص الذي تعجبين به وابتساماتهن الغامضة عند حضوره. يتصرف أصدقاؤه بنفس الطريقة. في النهاية، لماذا يولون أي اهتمام بك إذا كنت مجرد زميلة أو فتاة يعرفها؟ أليس كذلك؟ ولكن كوني حذرة. إذا كانت هذه هي العلامة الوحيدة، فإن إعجابه بك ليس أكيداً، لذلك تصرفي بحذر. رقم 1، لا يستخدم هاتفه عندما يكون معك. في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، الجميع على هاتفه دائماً، ولا عجب لذلك، فكل شيء موجود على الهاتف، الأخبار والصور وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي وأكثر من ذلك بكثير. يقضي معظم الناس الوقت على هواتفهم حتى عندما يجلسون مع الأصدقاء، ويقومون بالتحقق منها باستمرار. إذا كان الشخص الذي يعجبك لا يفعل ذلك ويركز عليك بدلا من ذلك، تهانينا، هناك احتمال كبير بأنه يبادلك شعور الإعجاب. ومرة أخرى، هذا يعني أنه مهتم بشخصيتك ويقدر كلامك ووقته معك. مثل هذا المستوى من التفاني نادر جدا، ويظهر حقا أنه يجدك جذابة. لذلك في حال وجود أكثر هذه العلامات على الشخص، ربما حان الوقت لإخباره عن مشاعرك.
أعلم أنه أمر مخيف، ولكن هل تريدين حقاً أن تفوتي فرصة أن تكوني سعيدة مع الشخص الذي تحبين؟ إذا تمكنت من التشجع والقيام بذلك بعد مشاهدة هذا الفيديو، لا تنسي أن تخبرينا كيف سارت الأمور معك في التعليقات أدناء، وحظاً موفقاً. هل سبق لك أن اعترفتي بحبك لشخص ما؟ كيف سار الأمر معكما أنتما الاثنان؟ شاركينا قصتك في التعليقات أدناء، ولا تنسي أن تمنحينا إعجاباً وأن تنقري على خيار الاشتراك لتبقي على الجانب المشرق من الحياة.